اخر مره بالنسبه لي بجد ازاي، دي اخر مره الفيديو بتاع كابتن رضا عبد العال هتفرج عليه هنا عندي في القناه ونعمل رياكت، وبعد كده نرجع بقى نبقى نتفرج على ماتشات برشلونه ونعمل رياكت مشجع برشلونه والكلام ده، بس دي اخر مره نتفرج مع بعض على فيديو للاسطوره كابتن رضا عبد العال ملك التحليل والراجل اللي عايز يعمل اكاديميه للتحليل في مصر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. الله ما انت معلش لو واحد بتاع كرة وتحليل الفني والكلام ده هتقول ان كروش عمل ماتش تكتيكي عظيم جدا، بس انت مش بتاع الكلام ده يا عم رضا، مالناش دعوه احنا التكتيك والكلام الفاضي ده، كمل يا عم رضا. طبعا في البدايه اه ده انا من وجهه نظري قول يا معلم قول يا معلم اللي وقع على حسام البدري يا حنين يا حنين، حسام البدري حلو دلوقتي يا سلام يا سلام عم رضا ده معلم تلف له كده يروح لك كده. هو كارلوس كروش بقاله سنه او سنه ونص معانا واحنا ما شفناش اداء كويس، وبعدين على فكره بقى عشان ما نخش في المغالطه دي، كابتن حسام البدري كان بيعمل اداء بمنتخب مصر سيء، بس كابتن حسام البدري ما كانش ليه ملامح، لا ملامح هجوميه ولا ملامح دفاعيه، انما كارلوس كروش واضح يا معلم ان احنا ملامحنا دفاعيه، وبرده هرجع اقول لك تاني انا مش عارف مين هو كارلوس كروش، روح اتفرج على كارلوس كروش قبل كده كان بيعمل مع منتخب ايران، يعني كارلوس كروش اساسا تخصصه الكره دفاعيه، مش الراجل بتاع سكسي فوتبول وجاي هنا في مصر يعني يالف. حلو الهجصه ده. طب ازاي ما يا ليك بينا ناخد مركز رابع وازاي ما نستحقوش؟ يا عم رضا انت انا خلصت فيك كل الهبد اللي في الدنيا. يعني انا مش عارف. طيب الاستاذ احمد انا فين من المنتخب؟ تاريخه اقالته من المنتخبات اللي اشتغل فيها، المكان الوحيد اللي تم اقالته منه كان كولومبيا، لان هو طلب منه دي يعمل كره جميله وسكسي فوتبول، هو ما بيعرفش يعمل الحاجات دي. اهو ده بقى ام الهكس، وده بقى الواحد بيكرهه في الكره المصريه، انك تقعد تلبس كل حاجه للمدرب واللعيبه، دي لعيبه محترم وخامه كويسه، لا انت ما عندكش خامه كويسه يا باشا، انت عندك خط هجوم بيموت من الضحك، انت ما عندكش خامه كويسه، فدي اكبر كذبه بيصدرها النقاد الرياضيين وبيصدرها الاعلام المصري، ان احنا عندنا خامه كويسه والمشكله في المدرب، لا المشكله عمرها ما كانت في المدرب، المشكله ان كابتن حسام بدري التجربه بتاعته اخرتنا كتير جدا، لان الراجل كان بيخاف يعمل ماتشات وديه حرفيا علشان خاطر ما يتغلبش. فانت دلوقتي لما تيجي تقول ان المشكله في المدير الفني ومش مشكله في اللعيبه فانت بتهجص، بس الناس عارفه مش بتهجص. صعب صعب, صعب ان انا اقول لك ان الموضوع مش موضوع حراسه المرمى ومش حراسه المرمى. يدي تعليمات كويسه قوي للشناوي انما مش هيدي تعليمات، ده شغل قديم قوي اللي عم رضا بيقيم عليه ده. عشان كده هو بيلعب سما كلام التقليدي. اه انت مروان حمدي واخد مكانك في المنتخب، ما تبطل قرف بقى، ده مروان النهارده كان احسن ماتش ليه. الراجل اللي نزل وقالش الكوره اللي هو ما انت بتخاف تنتقد اللعيب عشان اهلي وزمالك. هما بيفكروا كده وانت عارف ان هما بيفكروا كده وانت ما تقدرش تنتقد اللعيب عشان كده. مش اغلب دول اللي هيلعبوا الماتشات الجايه، لان خط الهجوم بتاع كله ما فيش حد هيلعب فيه، محمد النني برجل واحده هيلعب في نص ملعب منتخب مصر. هي اللي عايزه تعمل التفرقه بين منتخب مصر ولاعيبه منتخب مصر ويقسموا
ده اللي زيك، اللي زيك هم اللي قسموه من زمان، مش يقسموه، لا هم مقسوم من زمان، واحنا مش عارفين نلمه، احنا عايزين نجيب مدير فني يعرف يلمه. وكارلوس كولوش عقبال ما بيحاول يلمه لقى ان الجهاز المعاون بتاعه بيخبط فيه، ولقى ان الجهاز المعاون بتاعه بيسرب تشكيل، ولقى ان الجهاز المعاون بتاعه بيقول للعيبه ان الراجل مش حاببكم والراجل مش طايقكم. فبسم الله ما شاء الله دلوقتي في تفرقه في النقاد الرياضيين ما بين لعيبه المنتخب اهلي وزمالك. صفحات اهلي وزمالك كلها قاعده تتريق على اللعيبه المفترض بتمثل منتخب مصر، صفحات الاهلي والزمالك كل صفحه فيهم قاعده تخبط في اللعيب الاهلاوي او اللعيب الزملكاوي، لمجرد بس ان احنا صفحه زملكاويه بترول على السوليه، صفحه اهلاويه بترول على مصطفى فتحي. موضوع التفرقة ده انتوا بصراحة نجحتوا فيه من زمان. لجان معقورة وهي اللي عايزة تعمل الكلام ده عشان يقول لك عايزة تعمل الكلام ده، احنا عايشين في قلب الكلام ده. في حالة سيئة. طول ما في امثالك في الكرة المصرية هتبقى عايشة في حالة سيئة. محللين مصر لازم ننبه على الحتة. محللين مصر؟ قصدك طباخين مصر؟ انتوا شيل برجر يا بيك والله. لا شفت بقى، شفت هو لف اللفه دي كلها علشان كده يا جماعه. اللعيبه كلها بريئه، ما ينفعش شايل لعيب اهلاوي المشكله ولا لعيب زملكاوي المشكله، اشيلها لمين؟ للي واقف على الخط ده. طب اللي واقف على الخط ده هيشتغل بمين؟ بلعيبه الاهلي والزمالك. يبقى المشكله مش في اللعيبه، المشكله في الراجل يا بيه. ونمشي كروش ونروح نجيب مدير فني جديد وهلم جره يا بيه. طب كارلوس كروش ما بيقدمش كوره جميله؟ ما بيقدمش كوره جميله، بس على الاقل الراجل بدا يعرف امكانيات اللعيبه بتاعتك. كارلوس كروش جاي بقاله شهرين ثلاثه، مش مفترض منه ان هو يلعب سيتس فوتبول، لان انا بقول لك برضو بناء على تاريخ كارلوس كيروش انا مش منتظر منه يلعب كره جميله، انا منتظر منه يعمل لي منتخب محترم. المنتخب المحترم ده اتفرجت عليه النهارده، اتفرجت عليه قدام تونس، اتفرجت عليه قدام الجزائر، اتفرجت عليه اغلب البطوله. ما قدمش كره جميله لان هي دي الامكانيات المتاحه بالنسبه لك. مع وجود محمد صلاح ومع وجود عمر مرموش ومع وجود مصطفى محمد ومع وجود محمد النني في نص الملعب، اتوقع ان الاداء الهجومي هيختلف تماما عن العك اللي كان موجود في كاس العرب. العك اللي كان موجود في كاس العرب عشان خاطر فيه لعيبه في الدوري الممتاز كان نفسهم اللي هم امثال كابتن رضا عبد العال ان الراجل يشوفهم. الراجل شافهم وكلنا شفناهم، هل هم يصلحوا لمنتخب مصر ولا اخرهم يقعدوا يكملوا الخناقه بتاع الاهلي والزمالك؟ حتى مروان بقى حلو دلوقتي. بناء على ايه؟ ما تعرفش. ايه اللي هو بيديه لهم عشان ان هو يتنفذ؟ ما تعرفش. يعني احنا سامعين النهارده من المدرب ان في ناس بتقول لك ايه؟ ده بيقول ان هو ما يضغطش من قدام، خليه من ورا. طب لما انت ما تضغطش على فرقه قطر، ما تضغطش على فرقه الاردن، ما تضغطش على فرقه لبنان، ما تضغطش على فرقه السودان، ما تضغط على مين؟ امكانياتك. امكانياتك كده، انت ما تعرفش حاجه اسمها امكانياتك كده، انت معايش الناس ان احنا لسه منتخب كبير، ودي مش حقيقه. دي مش حقيقه، احنا مش منتخب كبير، احنا كنا منتخب كبير. فانا لغايه دلوقتي المسؤول عن الرياضه في الدوله، احنا في خطر، المنتخب في خطر، وهنروح زي ما هنروح. لا المنتخب في خطر بقاله 3 4 سنين، المنتخب مش في خطر دلوقتي، بالعكس المنتخب دلوقتي جاب مدير فني يقدر ان هو يطلعك من الخطر اللي انت فيه، بس امثالك مش عايزين الراجل يشتغل، عشان لو الراجل اشتغل هيبان ان هم كلهم هجاصين، بس الراجل مش عايزين يدوا له اي فرصه خالص ان هو يشتغل. كرة دفاعية، كرتك الدفاعية مع كوبر وصلتك كاس عالم، كرتك الدفاعية مع كوبر وصلتك نهائي كاس امم افريقيا، كرتك الهجومية اللي انت بتحاول تدور عليها مش هتلاقيها لان نوعية اللعيبة اللي موجودة عندك في الكرة المصرية لا تسمح لك انك تلعب كرة هجومية. كذب المنجمون ولا صدقوا، انت مش كذاب، انت طول عمرك كذاب يا عم رضا، بس في حاجات بتفرق معاك. عايز اقول لك حاجه برضه يا عم رضا، يعني موزي الكبير مدرب على قده، بس عنده امكانيات وجوده عاليه في لعيبه منتخب تونس، بتقدر ان هي تطلع المدير الفني بتاعها بصوره كويسه، حتى لو هو مدرب مالته معاه وعلى قده خالص، اللعيبه والجوده بتاعه اللعيبه التوانسه بتطلع الراجل من المأزق اللي هو فيه كمدير فني ما عندوش افكار. منتخب مصر هيكتور كوبر كان ما عندوش افكار، بس كان عنده محمد صلاح في فورمه مميزه جدا ليه. دلوقتي كارلوس كروش عنده افكار، بس للاسف الشديد الجوده بتاعته ما فيهاش لعيبه تقدر تخلص ماتش. يعني كارلوس كروش النهارده كان بيلعب جناح دفاعي، كارلوس كروش راح لمرمى الخصم كتير، راح لمرمى الخصم كتير، كان يقدر يخلص المباراه في الدقيقه 85، كان يقدر يخلص المباراه في الدقيقه 85، كان يقدر يخلص المباراه في الاشواط الاضافيه، كان يقدر يخلص المباراه في الاشواط الاضافيه. امال رضا عبد العال مش عاجبه ايه؟ رضا عبد العال هيفضل طول عمره كده مش عاجبه اي حاجه. ولو نجح في الكلام اللي هو بيقوله رضا عبد العال هيطلع يقول لك انا توقعت كده من بدري، ولو الكلام ده ما اتحققش والراجل وصل كاس عالم وعمل نتائج كويسه في كاس الامم يقول لك احنا هنكره.
والله ده انتوا مش عارف ربنا هيعمل فيكم ايه من كتر الكذب اللي انتوا بتكدبوا على الناس. ده بس كل اللي انت طالع في الفيديو تقول ده كان حارس مرمى يا جدعان. انتوا قسما بالله شكلكم ما تعرفوا اي حاجه على اقل سكيرش خالص قبل ما يتم تولي منتخب مصر. ما اعرفش بجد حاجه على اقل سكيرش. يا سلام هخلي ازاي عشان ضربه جزاء؟ مش يمكن يا رضا كان عنده وجهه نظر فنيه ان هو يقدر يخلص الماتش في النص ساعه، بس موضوع وجهات النظر الفنيه والتكتيكيه والكلام الفاضي ده عارف انا بياكلش معاك. انت اهم حاجه انزل متع نفسك يا ابني، عشان كده قاعد في البيت كمدير فني وعمرك ما هتشتغل في مكان محترم. يا سلام حبيبك وروح قلبك، والله كلها مواضيع شخصيه. ده والله اللي بيحصل في الكره المصريه ده لا تحليل رياضي ولا نقاش رياضي، كل موضوع تصفيه حسابات وكل موضوع تقطيع في الناس وكل موضوع مصالح. مش عندنا لعيبه برضه كان ارجع في حته احنا عندنا لعيبه. طب انت دلوقتي لو راجل بتتكلم بما يرضي الله هتتكلم ان يجب رحيل الجهاز المصري مع كارلوس كيروش، لان الراجل واضح ان هو مش شايفهم والراجل واضح ان هو مش مقتنع بوجودهم اساسا. ده لو انت راجل فعلا طالع تتكلم كلام يرضي الله، انما انت طالع تتكلم كلام يرضي المسؤولين في الكره المصريه، يرضي الجهاز اللي معاهم بتاع كارلوس كيروش، يرضي احمد مجاهد، يرضي الوزير، يرضي جمهور الاهلي، يرضي جمهور الزمالك. بس انت مش طالع تتكلم على حاجه ترضي ربنا ولا ترضي الناس كوجهه نظر فنيه ليك في الماتش، لانك ما عندكش اي وجهات نظر فنيه كرضا عبد العال، ولا عمرك هيكون عندك اي وجهات نظر فنيه. مرموش ده اللي انت كنت بتقول ان احمد السيد زيزو احسن منه. الواحد دايما جلد ذات، والله الراجل ده جلد ذات، بس عادي سلسله بدأناها من اول البطوله هننهيها بام الفيديو ده. لا هو سال حمدي فتحي وحمدي فتحي قال ان هو مش قادر، بس لو انت يعني راجل بتتقي ربنا كنت هتشوف ان هو بعد الحكم مصفق في الدقيقه 90 راح لحمدي فتحي اول حاجه وقال له قادر تكمل ولا لا، وبناء عليه قرر ان هو يطلع حمدي فتحي. بس انت مش هتركز في الحاجات دي خالص، انت عندك سكريبت حرفيا بيتكتب قبل المباراه وبيطلع يتقال بعد المباراه مباشره. لو حصل نتيجه غير اللي انت كنت متوقعها برضه السكريبت الثاني كده كده جاهز. ولما دعمش السلايه كان هقول لك ان هو بيقتل السلايه. كل حاجه ليها حاجه. الفيديو تلبيس كروش كل حاجه. اقول لك حاجه، كروش هو سبب عدم وجود جمهور في الدوري المصري. طب اقول لك انا بقى حاجه من حد مفترض ان انا بتفرج على مدربين كتير وبتفرج على شغل تكتيكال كتير جدا. كارلوس كيروش اعلى من حسام حسن 50 مره كمدير فني عنده افكار فنيه. حسام حسن جرب 3 4 3، جرب 3 5 2، جرب 4 3 3، جرب 4 2 3 1، حتى الان في الاتحاد السكندري كل مباراه بيجرب طريقه لعب مختلفه. فانت لما تدور على حسام حسن وعلى شكل حسام حسن كفريق وكهيكل وكمنظومه ما تلاقيش ان حسام حسن مدير فني عنده منظومه دفاعيه جيده او عنده منظومه هجوميه جيده. حسام حسن لسه بيتحاسب على ان هو بيدي روح وحماس للعيبه بس لا اكتر ولا اقل. ايهاب جلال عنده فكره واحده بس، سكسي فوتبول وكوره جميله، حتى لو لعيبه ما بتعرفش تطلع من تحت هتطلع من تحت غصب عنها. حارس مرمى ما بيعرفش يطلع من تحت يطلع من تحت غصب عنه. دي افكار بتعتبر ان هي مجمده، فكره واحده ما عندكش غيرها ما بتعرفش تطورها. انما كارلوس كيروش ممكن يكون عنده فكره واحده بس فكرته الواحده دي واقعيه جدا ومنطقيه جدا بالنسبه للاعب اللي عندك. جيم دفاعي على قد ما بقدر، الهجمات المرتده بحاول استغلها، بقفل مساحاتي علشان خاطر اللعيبه بتوع نص الملعب اللي عندي ما يسمحوليش ان انا العب كوره وجيم مفتوح وان انا اخش في صراع على الاستحواذ من البدايه. لا اللعيبه بتاعتي ما تسمحش بكده، انا برجع لورا بلعب على المرتدات. النهارده رجعت لورا قدام قطر عملت هجمات مرتده خطيره. المباريات دايما اللي منتخب مصر كان بيكون مطلوب منه ان هو يمسك الكوره ويعمل شكل هجومي ما كانش يبقى فيه، لان لعيبه منتخب مصر ما عندهاش حلول كتير، ما
مفيش حلول كتير. فلما تيجي تتكلم على ان انت تجيب تغير مدرب او تجيب مدرب، لازم تتكلم عن نوعيه اللعيبه بتاعتك، تحتاج انهي مدرب بالظبط. وانا بالنسبه لي كارلوس كولش حتى الان هو الشخصيه والمدير الفني لمنتخب مصر راكب عليه بالحرف الواحد وراكب عليه بالظبط كده زي فيكتور كوبر. الراجل ده هو اللي ممكن يقدر يعمل حاجه بالمنتخب المصري. غير كده كل اللي بيتقال ده بالنسبه لي هاكس. ممكن كل اللي انا بقوله بالنسبه لناس كتير هاكس، بس عادي دي وجهه نظري. حس بيه، حس بيك ربنا. عشان برضو امثالك اللي بيخافوا يتكلموا ان حسام حسن ما كانش عايز ناس في الجهاز الفني المنتخب مصر محدده اللي بيتم تعيينهم كمساعدين، بس امثالك كنت بتخاف تطلع تتكلم في القصه دي، كنت تطلع تتكلم في حاجات تانية خالص. انت دايما شغال في السيفتي، انك تطلع تهاجم المدربين اللي ما عندهمش ظهر وتهاجم اللعيبه اللي ما عندهمش ظهر، انما انك تطلع تتكلم تكون صدامي مع حد قوي ما اعتقدش. حتى لما كنت صدمت مع مختار منصور كشيت ورجعت بسرعه. انت كده يا رضا هتفضل طول عمرك كده، بس للاسف في 700,000 وراك مصدقين كل الهبص اللي انت بتقوله. لا المشكله يعني برضه عشان خاطر انت جاهل مش عارف اي حاجه. المشكله ان مجيد بوجره مدرب لسه جاي اول مره في حياته يمسك، يبقى راجل اول بس جاي مع لعيبه خبره وجاي مع لعيبه تقيله وجاي مع لعيبه جودتهم عاليه، فبرضه جوده اللعيبه العاليه بتغطي عدم خبره مجيد بوجره. زي جوده لعيبه منتخب تونس، منتخب تونس ومنتخب الجزائر، جوده اللعيبه هي اللي وصلت المنتخبات دي للفاينل مش جوده المدربين الفنيين. بس انت ما تعرفش الكلام ده او تعرف الكلام ده بس مش عايز تقوله، عشان خاطر لو قلته وترت الفيديو اللي انت طالع بناء عليه تبني وجهه نظرك هتبلل الناس كلها ان هي فيستك. ايه المشكله؟ ولا هي تصفيه الثبات ولا هي بتعجب منه عشان ان هو ما بيخليش حد لا يتدخل لا في فلوس؟ لا حسام حسن طول عمره فاشل في ان هو يتعامل مع النجوم. حسام حسن الله يصلح انه يمسك منتخب مصر لانه فاشل في التعامل مع النجوم، لان حسام حسن لسه عنده حته ان انا حسام حسن وده ابراهيم حسن اخويا واحنا اعظم لعيبه في تاريخ مصر، والكلام ده عمره ما ينفع ليك كمدير فني لمنتخب مصر. فشل في الزمالك عشان الفكره دي، وبرده هيفشل في منتخب مصر عشان الفكره دي. ده لو تم ترشيحه. لا حسام حسن حتى لو شخصيته قويه مش هتكون شخصيته اقرب لكارلوس كيروش. يعني خلاص كابتن حسن ربنا يديله الصحه والعافيه وخلاص، وانتوا مرتين، مره اللي جبت حسن من بدري والمره اللي جبت فيها كيروش، خلاص بقى هو لا مش في حل صدمات. إيه وجهه نظر ان كارلوس كيروش افضل خيار تم في اختيارات مدربين منتخب مصر بالنسبه لي انا اخر خمس سنين. انما توريف وحطيت الانسيال وعمال وعايز يقنعك ان الموضوع مش شخصي. الكلام ده هاكس واغلبه هاكس. ولما رضا عبد العالي يقعد يحلف في فيديو كذا مره والله العظيم ما عنده، ده برضه هاكس، لان انت ما تعرفش الراجل ده كان عنده منتخبات كان بيعمل ايه، ما تعرفش الراجل ده كان بيشتغل بنيه تحتيه ازاي في ايران، ما تعرفش الراجل ده طور الكره الايرانيه قد ايه، ما تعرفش الراجل ده لما تم الصبر عليه وادوله وقت في ايران عمل منتخب وعمل بدايل للمنتخب الاول عامله ازاي. بس عشان خاطر انت عايز النهارده حييني النهارده وموتني بكره، هتفضل طول عمرك قاعد في نفس المكان اللي انت فيه. علشان كده دي اخر مره بالنسبه لي اتفرج على رضا عبد العال، دي اخر مره اعمل رياكت على رضا عبد العال. الفيديو يجيب مشاهدات ما يجيبش مشاهدات، يجيب شتيمه ما يجيبش شتيمه، الراجل ده بالنسبه لي هيفضل واحد من اكتر الناس في الكره المصريه اللي مخليين الجمهور في مصر عباره عن شلال. الناس بيروح هنا والناس بيروح هنا، وفي الاخر المشكله بتكون قدامهم، مع ذلك ما بيقدروش ان هم يواجهوها. المشكله في الجزائر كانت موجوده في محمد الوراور والاتحاد الجزائري، ما كانتش موجوده في مدير فني او كانت موجوده في لعيبه. المشكله عندنا في مصر هي في وزير شباب ورياضه مش قادر ان هو يحدد امتى انتخابات اتحاد الكره، امتى انتخابات نادي الزمالك. المشكله عندنا في مصر ان الازمات كلها يبقى مسؤول عنها مسؤولين وبتروحوا تهاجموا ناس ثانيه خالص. فانتوا كده عمركم في حياتكم هتدوروا على ان انتوا تصححوا مفاهيم للناس، انتوا كده دايما هتدوروا على حته بص العصفوره وشوفوا المشكله فين الناحيه الثانيه. هي دي الكره المصريه. عشان كده لا كارلوس كيروش ولا اي حد يجي مكان كارلوس كيروش ده لو مشي هيقدر يحل مشاكلها قبل ما المشاكل دي تتحل من الداخل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش ننزل بقى نتفرج على ماتش تونس والجزائر. رحم بك.